أنا مش قادر أنسى غيابك وأنسى أحلى غرام. بعد إعلان إصابته بالسرطان، الفنان ريان يكشف مستجدات حالته. تابعوا التفاصيل. أحلى غرام هي كاتبة أنا لفتاة سورية كنت حبها. حرص المطرب اللبناني ريان على طمأنة جمهوره عن حالته الصحية، مؤكدا نجاح عملية استئصال إحدى كليتيه. وقال ريان في تصريحات صحفية أن صحته في تحسن مستمر بعد مرور يومين على خضوعه للعملية الجراحية، شاكرا متابعيه على محبتهم وحرصهم على الاطمئنان على صحته. وأكد أنه سيغادر المستشفى اليوم السبت على أن يبدأ فترة نقاهة تمتد لحوالي 15 يوما على أن يعود تدريجيا لمزاولة حياته بشكل طبيعي. نافى الفنان اللبناني الأخبار التي ترددت عن حرصه إخفاء موضوع مرضه، مشيرا إلى أنه قد اكتشف منذ حوالي 25 يوما معاناته من مرض السرطان، وأشار إلى وقوف عدد من الأشخاص بجانبه ممن كانوا بمثابة سند أساسي لتخطي هذه الأزمة الصحية بسبب وصفه، مؤكداً رضاه بمشيئة الله. وختم ريان حديثه بالقول: أعرف جيداً أن ما أمر به هو صعب جداً، ولكني أعتبر هذه الفترة بمثابة نعمة أمدني الله للانتصار على هذا المرض. سأعود إلى حياتي الطبيعية لأنني إنسان قريب من ربه. رفيق الحريري والناس ما كانت كتير مهتمة بالفن، فأنا بهديك الفترة نزلت أول أغنية لإلي وانطلقت من سوريا ونجحت الحمد لله.